أصدقائي الكرام، يسعد أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو رح نطرح عليكم سؤال ترفيهي، اللي هو لو أنت أجتك سفرة على كوكب تاني ومسموح لك تاخد شخص واحد فقط، رح تاخد مين معك؟ تابعونا وخلونا نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف عليك؟ نظم حشيش من عزيز. أخ نظم، رح نسألك سؤال. لو أنت جتك سفرة على كوكب تاني، تمام، ومسموح لك تاخد شخص واحد فقط، تاخد مين؟ شخص واحد؟ ايه. شخص واحد ما فيني حدد والله. ما في عندك واحد عزيز كتير كتير كتير؟ ما في، لا. طيب شخص أنا عندي حبيبي. هلا حبيبي أنا متزوج، يعني ما هو إنه قبل الزواج كان قلت لك، بس بعد الزواج خلاص يعني صفت المرأة. إيه بدك تاخذها؟ إيه منروح أنا والمرأة. حتى النكد على أولادي، أمي وأبوي. ايوه. يا لك شخص واحد، هذول اهم مني ومن مثل ما بقولوا. هلا انا قلت لك عائلتي كامله. ايوه. كاجمالية الكلام العائله ان شاء الله. بدك تاخذ العائله كامله؟ لا، العائله كامله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا عم؟ الحمد لله. طمنا عنك، نتعرف عليك. الحمد لله. جمال الشهابي. من وين عم جمال؟ من سوريا، من البيت. حياكم الله، اهلا وسهلا. عم جمال، لو جيتك سفره على كوكب ثاني ومطلوب منك تاخذ معك شخص واحد فقط، تاخذ مين؟ يعني هو طبعا هذا مستحيل، بس يعني باخذ زوجتي. زوجتك؟ ايه. بتحبها؟ ايه. وجه لها هيك رسالة من الكاميرا. خلاص يعني. قولها. ليش هيك يا خجلان؟ هي بتاخذها معي على غير الكوكب. قول لها الكلمة بدها تسمعها، هلا بدها تشوف، قول ما قلت لي اياها. لا طبعا بحبها اكيد يعني. الله يديم المحبة. ما راح اخذ حدي وراح اضل هون. راح تتم هون؟ ايه. ما راح تطلع الكوكب الثاني؟ لا. لو اجتك السفرة وقالوا لك كذا 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 كذا. يا اخي في ناس غالين وعزيزين علي كثير، ما بقدر اميز بين هاد وهاد، فاجباري راح اخذ مجموعة، ومجموعة ممنوع راح اضل معها. طيب منهم زوجتك مثلا؟ ايه اكيد. وجلها رسالة من هنا؟ ها؟ وجلها رسالة. خلص رسالة بالقلب ووجهها بالواتساب و... الله يديم المحبة يا رب. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بتعرف عليك؟ عبود حسون. من وين سيد عبود؟ من ترفعت. تحياتي لأهل ترفعت. حبيبنا الغالي، سؤال ترفيهي، لو جتك سفرة على كوكب تاني، تمام، ومسموح لك تاخد شخص واحد، راح تاخد مين؟ ما باخد حدا أبدا. أبدا. ليش؟ ما باخد حدا. متزوج ولا عازب؟ متزوج. زوجتك ما بتاخذها؟ لا. ليش طيب؟ ما بدي، انت بتسالني وانا بجاوبك، ما باخذ حدا. ما بدي اخذ. طيب اذا هي طلبت منك انه انا بدي اروح معك؟ ما باخذها. ما بدي. ما باخذها. والله الصراحه حلوه يعني. اي والله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. كيفك يا عم؟ وبركاته. الحمد لله رب العالمين. تعرف عليك؟ الشيخ عيسى، الشيخ عيسى المجدمي من عزاز. عراسي والله، عم الشيخ عيسى المجدمي واهل عزاز كمان. سلمك الله. عم، لو اجتك سفره على كوكب ثاني، تمام، ومسموح لك تاخذ بس شخص واحد، راح تختار مين؟ بسالك لك، اختار لي انسان جيد جدا ما في عليه عيبات برفقه معي. هلا هو كل انسان ممكن عنده ممكن ما عنده، بس انت بسالك، انت بقول لك نقي لي واحد ما في عليه عيبات. لا لا يخلو الامر، كل ابن ادم خطاء. انت بتختار مين؟ بختار ربي سبحانه وتعالى، وبضل بوحد معه على طول. ما بتاخذ حدا معك؟ لا ابدا. الحجه؟ ولا الحجه ولا حدا، كل الناس خير وبركه. كيف الحجه؟ بتدير بالها عليك؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله صاحب رب إن شاء الله. العالمين الحمد لله. يا سلام. 12 ولد ما شاء الله، ولسه صبيه اكثر من اولاده. اللهم صل على النبي. الحمد لله كلهم طوال وعواميد. الله يخليهم. الله ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي لك. اهلا. لا تنسانا من دعواتك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه كيف الله. غالي هلال اخوي. هلال، عرفنا عنك. اسماعيل هلال. من وين؟ من سوريا، من ريف حلب الشمالي، من عزاز. تحياتي حبيبنا اسماعيل. لو اجتك سفره على كوكب ثاني، طبعا هي مستحيله بس نفترض، تمام، وهالسفره مسموح لك تاخذ شخص واحد، المركبه ما بتسع الا اثنين، راح تختار مين؟ شخص واحد بس؟ اه. والله سؤالك محرج. يعني شخص واحد. شخص واحد، يعني هلا لو ثلاثة غير لي ايه بتزبط، يعني هلا واحد عندي مثلا امي واحد طبعا، عندي عيلتي واولادي، يعني هدول الثلاثة.
طيب هلا اذا اخذت معك امك زوجتك بتزعل؟ لا طبعا ما بتزعل. ما بتزعل؟ ما بتزعل. بس بتاخذ الوالده؟ باخذ الوالده. وجه لها كلمه للوالده من قناتنا. يعني بطلب من رب العالمين يشفيها شوي هيك مرضانه وديما الصحه والعافيه وطولنا بعمرها ونرجع على سوريا. هي بسوريا طبعا نرجع مثل اول نجمع والخوات والقرايبين كلياتها سوا يعني. امين. نطلب آمين. هذا من رب العالمين ويطولنا بعمرها. طيب مشان الزوجه كمان ما تزعل تقول حكى لامه وما وجه رساله لالي، وجه لها رساله؟ نفس الشيء كمان، ربي ديما ان شاء الله ويخليها هي واولاد وهي واولاد يعني يخلينا هي، وبقول لها ما ببدله بالدنيا كلها. اوه والله نيالك. هذا الصراحه يعني. الله يديم المحبه. الله يسلمك يا رب. الله يسلم. السلام عليكم. وانتم اصدقائنا الكرام اكتبوا لنا بالتعليقات اذا اجتكم هيك سفره راح تاخذوا مين معكم. ولهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا هذا الفيديو نال على إعجابكم لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل الجرس. سلام.